أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الطبقة العليا من النار هي التي يعذب بها عصاة الموحدين، وهل هي تفنى؟ الله أعلم، هذا ما ندخل فيه. نعم، يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها، أما في أي مكان الله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.